حضرة المحقق. حضرة المحقق، شفت شو اللي صار معي؟ أنت بتعرف أنا ما دخلني بشي، أنا إجيت لحتى أجيب كرت الذاكرة. أنا ما قتلته، تارة شبيهتي هي اللي قتلته صدقني. قتلته بكل وحشية وبعدين هربت من هون بعد ما حاولت أنها تقتلني وقفلت باب الغرفة علي كرمال يتهموني لألي. أنت بتعرف كل القصة، أنت بتعرفني لألي أنه أنا مستحيل أعمل هيك شيء. هي عم تكذب، عم تألف قصص كرمال تنقذ حالها. هي اللي قتلت زوجي، أنا شفتها بعيوني، كانت ماسكة السكينة بإيدها. عم قلك أني ما قتلت زوجك، تارة اللي عملت هيك بزوجك. فهميني منيح، أنا ما دخلني، تارة اللي قتلته. مين تارة؟ بدك تقولي أي اسم لتنفدي بعملتك؟ بالحفلة أنتي هددتي زوجي قدام الكل أنك رح تقتلي وهلأ قتلتي، ما فيكي تنكري بالمرة. أنا مالي قادر صدق بنوم أنه آروهي ممكن يطلع معها هيك شي بشع. معقول تقتل حدا؟ حضرة المحقق، مرتي آروهي بريئة. صدقني حضرة المحقق، حضرة المحقق، ما بعتقد أنه آروهي ممكن تعمل هيك شي. أنت لازم تبعت السكينة على المخبر الجنائي، وقتها رح نعرف بصمات مين موجودة على السكينة. هي هي الطريقة الوحيدة لتبين الحقيقة. لا تصدق حكي ولا ديب حضرة المحقق، أنت بتعرف كتير منيح قديش هو شخص كذاب ومحتال كمان. أنت بتعرف كتير منيح كل شي هو عمله فيني، وبتتذكر منيح أنك قبضت عليه كمان. لا تصدق حكي وبالمرة. أنا معك أهروي، بس حالياً ومن بعد ما شفت الوضع يلي قدامي والجثة الموجودة والدليل موجود والشاهد كمان، فأنت المشتبهة الوحيدة بهي الجريمة. مشتبه بشو؟ حتى أنت شاكك أنه أنا اللي ارتكبت الجريمة؟ حضرة المحقق، أنت ليش مانك عم تفهم علي؟ عم قلك أنه أنا ما ارتكبت هاي الجريمة، كلهم أعدائي وهي لعبة عم يلعبوها ضدي، صدقني. ليكي يا روحي، حتى لو صدقت أنه مو أنت اللي ارتكبتي جريمة القتل، ما رح أقدر أني خليكي تروحي، لأنه هي شغلة المحكمة. المحكمة والقاضي هنن يلي بيقرروا مين الصح ومين الغلط. المرأة اللي عطت إفادتها إنها سمعتك عم تهددي زوجها بالقتل قدام الناس بالحفلة، هي نفسها شافتك وأنتي ماسكة السكين وعم تقتلي زوجها. وبهي الحالة يا أروهي، ما في عندي خيار تاني غير إني أعتقلك. تعتقلني؟ إلي أنا؟ حضرة المحقق، أنا عم بحكي الحقيقة صدقني. هي لعبة عم يلعبوها ضدي صدقني، هنن عم يتأمروا علي لحتى يحطوني بالحبس، أنا ما قتلت أي حدا بنوب صدقني حضرة المحقق. أنا اللي وقعت ضحية للمؤامرة يا آروهي، لأنه حضرتك طلعتي عكس ما كنت مفكرك تماماً. ما بحياتي كنت رح أقدر أتخيل إنك قادرة تقتلي أي حدا وتكوني مجرمة. حضرة المحقق، أنت ضليت تقلي كل مرة كرمال قادر شوفها على حقيقتها، بس أنا كنت حاببها لدرجة أني صرت أعمى وما كنت قادر أتقبل أني أسمع ولا كلمة عليها من أي حدا كان. لو سمعت منك ما كان اسم القاتل المتسلسل ارتبط باسمي. إذا بتريد خدها من هون وبعادة عني وبعادة عن هذا البيت. لك أنا اللي نعمت بحبي لألك مو أنت يا دي، ما كنت بعرف إنه الحب خلاني اتورط بجازة مثل هي. طلع حبك لإلي حية بدها تلف على رقبتي وتضل تشد لحتى تخنقني وموت. يا ريتني كنت بعرف هالشي.
امشي. الكني وقت بتجي عبيت زوجها لازم تفوت على المطبخ وتعمل أكل. سنة حلوة يا أروهي، سنة حلوة يا جميل. محقق ليش ما عم تصدقني؟ عم قلك انا ما قتلت اي حدا. حضرت المحقق، وقف 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 لحظه، انت ليش ما عم ترد علي؟ عم قلك ما قتلت حدا، عم قلك مو انا اللي ارتكبت هي الجريمه، بدك تحط البنت البريئه بالحبس وهي هي غلطه كثير كبيره. بس حضرت المحقق بعرف انه ايديك مربطه بسبب القانون، بس العداله ما انا عميه، على القليلة إيدين العدالة مانا مربطة، وأنت حامي هذا القانون قدامي. لكان كيف رح ترتكب غلطة كتير كبيرة؟ صدقني أنا ما ارتكبت جريمة القتل أبداً، إذا أنت ما ساعدتني مين بده يساعدني لكان؟ اسمعي شو بدي أقول منيح يا أروهي. الصراحة بالوضع يلي أنت فيه هلا ما رح أقدر ساعدك بأي شيء غير بالأمور القانونية وبس. إذا في حدا ممكن ينقذك فهي المحكمة، مفروض توكلي محامي شاطر كتير كرمال هالقضية. إذا بتريدي اطلعي بالسيارة. اسمعني بس أنا ديب اليوم أنا مبسوطة كتير كتير، عن جد أنا بحبك. خلص اليوم أنا صرت حرة، صرت حرة وما عم صدق هالشي. هلأ خلص ما بقى في داعي إني أقعد بالغرفة المسكرة. أنا بحبك ديب، بحبك كتير حبيبي. لا يا تارا، ما رح تصيري حرة على الأخير غير لحتى نلاقي كروت الذاكرة. أنت مانك عم تحكي عن كرت الذاكرة هاد؟ إيه ديب، هذا نفس الكرت اللي كان مع أروهي وأنا أخذته منه من شوي. ديب هلأ صرت حرة، صح؟ ديب هلأ صرت قادرة أسافر لوين ما بدي، وأروهي المسكينة هلأ رح تضل تختنق كل عمرها بالحبس. صار معنا مشاكل كتير بسبب هذا الكرت وما بقى بدي إياه لهالكرت بالمرة. لا تارا، لازم نتأكد قبل ما نكبه. فهمتي أنا شو بقصد تارا؟
ما في شيء على الكرت. هذا الكرت فاضي. كيف يعني فاضي؟ شو هالمسخرة هاي اللي عم تقولها؟ هات عطيني اياها لشوف. هالشي مو معقول. وين اختفى الدليل اللي كان على الكرت؟ يعني أروهي، أروهي شبيهتي التافهة عطتني كرت فاضي بدل اللي عليه الدليل. شو هالقصة هاي؟ هالشي بيعني إنه الكرت الحقيقي مع أروهي؟ هالشي بيعني إنه نحن عملنا مشكلة لحالنا بإيدنا. بلكي عطت الكرت الحقيقي للشرطة. لا ديب، ديب اسمعني كتير منيح. نحن لازم نمنعها لأروهي إنها تسلم هاي الأدلة للشرطة، لأنه وقتها أنا بنتهي. ديب إذا بتريد منعها لأروهي إنها تسلم الكرت للشرطة بترجاك. يلا. ايه تذكرت، هنيك حطيته هنيك. الدليل هاد هو كرت الذاكرة. لقيتيه صح؟ أعطيني كرت الذاكرة هلأ. أنت بشر أو حيوان؟ آه؟ أنت ما بتخجل من العمايل اللي عملتها بهيك بنت بريئة؟ حاجتك مسخرة بقى. انت خليكي باعمالك الخيرية، إذا بدك تحكي معي كلمة واحدة دفنك بأرضك. عن جد؟ لو كنت بخاف من الموت، ما كنت جربت ألعب مع حية مثلك. أروهي، أنت روحي من هون. لا تتحركي. بعرف إنه مرت أخوكي، وابنها كمان عند هي المرة بالبيت. فإذا حابة تشوفيهم عايشين تعطيني هلأ كرت الذاكرة. لا بسرعة، خلينا نروح من هون. تعي إذا بتريدي. أروهي لا تحاولي تهربي. أنت بس أعطيني كرت الذاكرة. ليك أنا ما رح أعطيك كرت الذاكرة لو شو ما صار. أروهي أعطينا كرت الذاكرة. أنا قلت لك ما رح أعطيكم إياه. ماشي لكان. هربي! عم تسمعيني؟ بترجاكي احكي. دي برايتشان عداوتك هي معي انا صح؟ لكان فيني افهم ليش قتلتها لهالمره المنيحه. انت عم ترتكب كل هالجرايم لحتى توصل لمرحله تلاقي حالك عم تنشوي بالنار. حبيبة قلبي، نحن ما قلنا ذنب.
كل هالشي صار بسببك انت. لو ما قبلتي مساعدتها لهي المرأة كنا ما اضطرينا نقتلها بهي الطريقة. نحن على القليلة ما رح نحترق بالنار غير لبعد ما نموت، بس انتي وكل اللي عم يساعدوكي رح تحترقوا وانتو عايشين. إذا ما بدك مرت أخوكي وابنها يروحوا على الجنة مثلهم، بدك تعطيني كرت الذاكرة هلأ وبسرعة. شو قلتي يا حلوة؟ اسمعني منيح ديب، أنت ما رح تاخد كرت الذاكرة، لو شو ما صار رح تتعاقب وتفوت على الحبس. ديب! ديب اتركني! عم قلك لآخر مرة أعطيني الكرت. يلا اسمعني منيح ديب، اعمل اللي بدك يا بس ما رح أعطيك الكرت. أعطيني كرت الذاكرة، بدي أثبت براءتي بالكرت. لا لا بترجاك ديب. حتى أخوها ما نفد منها، هي اللي قتلته. بخاف وقت بفكر إنها ممكن تكون عملت شي بمرت أخوها وابن أخوها البريء كمان. ما حدا بيعرف عنهم شي، ما بعرف إذا كانوا عايشين أو قتلتهم. بعد سماع الشهود والنظر إلى الأدلة توصلت المحكمة للقرار، قرار نهائي للمحكمة إنه أروهي رايتشاند هي اللي قتلت 9 أشخاص، وهي القاتلة المتسلسلة، هي اللي كانت تقتل الناس بدون أي سبب، وكان هذا الشيء هواية بالنسبة لإله. وحكمت المحكمة بالسجن للسيدة أروهي رايتشاند لمدة 15 سنة كاملين. رفعت الجلسة. ماني قادر صدق إنك أروهي، نفس اللي حبيتها من نص قلبي. انخدعت فيكي وبعيونك البريئة. المهم هلأ ما وقت التفكير ولا وقت إني أفهم شي، لأنه الظروف أخدت منك كل شي. ندمان إنه ما عندي شي أعطيك إياه غير العطف، وبتمنى من كل قلبي إنك تتعافي وترجعي مثل ما كنتي وأحسن.
هلأ بدي أعطيكي هي، ووقتها رح تعرفي بشغلتي من بعد ما تقريها، ورح تلاقي القوة كرمال تحاربي اللي عم يصير معك. أروهي أنا بحبك، وقت بكون معك حزني بيتحول لفرح، رح ضل معك كل الوقت صدقيني. رح نعمل ذكريات حلوة كتير مع بعض، وهالذكريات رح تضل عم تضوي بعيونك كل العمر يا حبيبتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.